اما هلا هايدي ننتقل لفقرتنا الاخيره لليوم بهدف دعم السيدات وتمكينهن الى جانب الرجل بالوضع الاقتصادي الصعب. اقيم خصوصا بالارياف اقيم ملتقى سوريانا للسيدات بازار بعنوان لمسات مبدعه. منسقه البازار نرمين البرادعي معنا اليوم، هي ايضا عضو في ملتقى سوريانا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. بدايه يعني فعلا قد ايه مهم اليوم هذا الملتقى لدعم المشاريع صغيرة للأعمال الريادية المميزة. خلينا بداية نوضح أكثر عن هذا الملتقى، إمتى تأسس وشو فكرته وعلى شو بتركزوا ضمن الملتقى؟ تمام. هلأ في عنا ملتقى سوريانا للسيدات، هو تأسس عام 2016. هو بيهدف لدعم المرأة السورية وخاصة الريفية. في عنا يعني إنه ثقافي اقتصادي. طب خلينا نحكي عن الجانب الاقتصادي، يعني خصوصا بما يتعلق بالأرياف معك، قديش اليوم عم نشوف في توجه لتمكين المرأة بالأرياف لدعمها بظل الوضع الاقتصادي الصعب؟ يعني شفنا سيدات سوريات بنعتز وبنفتخر فيهم ومنهم حضرتك، وكثير من الصبايا عم نستضيفهم فعليا ليحكوا عن هي المشاريع الخاصة، فخلينا نحكي عن هيدا المشروع. أوكي. اليوم بالنسبة للجانب الاقتصادي، هو طبعا احنا عم نقدم بالملتقى عنا مثلا ورشات لصناعه الصابون، تعليم السيدات طبعا، تدوير الاشياء القديمه وهيك شغلات. طبعا هذا الشيء بيهدف انه المراه بس تتعلم هذا الشيء تطلع يكون لها الشغل الخاص فيها. طبعا تطلق مشروع الخاص. تطلق مشروع الخاص مزبوط. شو هي الدورات؟ يعني نحن عم نحكي عن صناعه الصابون، صناعه الشموع، في عنا اعاده تدوير الاشياء القديمه، قماش ولا بما ولا كل شيء قديم. كل شيء اعاده تدوير. طب ايمتى رح يبدا الملتقى؟ خبرينا عنه اكثر، كيف عم يكون التحضير والتجهيز للبازار قصدك؟ هلا احنا عندنا الصراحه عملنا باول بازار كان تاسيسه ب 2017. كان بمدينه يبرود، كان اول بازار الصراحه بنعمل بكل القلمون. فكان في اقبال كبير عليه. عم يكون نفس الاسم على نسخ متكرره. هلا هو لمسات مبدعه اكيد بيرمز لانه للمسه النساء. لمسات مبدعه للنساء اكيد. البازار الثاني عملناه عندنا بالملتقى سوريانا، هلا كان هو شوي مصغر بس كان في دعم كبير الصراحه من قبل الجميع. هلا هذا الثالث بازار حنعمله بمناسبه عيد الاضحى. يعني هيدا ثالث بازار، شو اللي بيختلف عن البازارات الاخرى وكيف كان تفاعل الناس اذا بنحكي عن البازار الاول والثاني للمسات مبدعه؟ هلا يعني اقبال الناس عم يكون كثير كبير، اقبال المشاركين طبعا بالمصنوعات، يعني انه اي حدا ما أنا قادر يفتح مشروع له اكيد هو عن طريق البازار اكيد عم يعمل تسويق. تمام. بالنسبه لعدد المشاركات والمشاركين اليوم ضمن هذا البازار، خبرينا عنه اكثر، قد ايه عم بيكون عددهم؟ هل هو اكثر من السنوات الماضيه؟ هلا اول بازار عملناه الصراحه كان في قريب ال 40 مشترك ومشتركه. ثاني بازار كان مصغر مثل ما قلت لك، عباره عن 15 مشترك. ثالث بازار هذا اللي عم نعمله وصلنا ل 26 27 مشترك ومشتركه. بس طبعا 90% يعني انه منتوجات للنساء، يعني انه 10% فينا نقول البسه، هيول كلياتهم شغلات جاهزه. فاكثره هاند ميد، كروشيه، هيك شغلات يعني المراه عم بتصنع بايدها لحتى تشغلها. كيف عم يكون فعليا اليوم الدعم المجتمع المحلي لما نحكي يبرود وهدول المناطق؟ دائما في للمجتمع المحلي دور كثير كبير، عم يكون في تشاركيه ودعم من خلاله. اكيد اكيد في دعم، في من قبل اقارب الاشخاص المشاركين عم يدعموا مثلاً إنه هاد اختم شاركة، هاد يعني أكيد في دعم. وقد ايه اليوم مهم البازارات لحتى ندعم مشاريع الهاند ميد، مشاريع الصغيرة؟ يعني يمكن بتلاقي في كثير من الأشخاص عندهم هذا المشروع بيسوقوا له عن طريق النت، بتحسي إنه ممكن ما يعطي القطعة أهميتها، ما تكون مثل على أرض الواقع بالبازارات، بيكون في تفاعل يمكن أكثر بين الناس بين الموجودين. خبرينا أكثر عن السنوات الماضية، كان في إقبال من الناس؟ كانوا يشوفوا المنتجات ويشتروا منهم؟ كان في هيك؟ كان في إقبال كبير الحمد لله، ويعني الصراحة ما نعرف لما نحط الاغراض. كان في شراء، نسبة شراء عالية؟ نسبة شراء عالية كبيرة يعني. طيب خبرينا أكثر، شو طبيعة المنتجات اللي ممكن تكون موجودة اليوم ضمن البازار؟ أغلبية المنتجات هاند ميد مثل ما قلت لك. نوضح أكثر شو هاند ميد يعني. يعني اكسسوارز. اكسسوار. طبعا كله بصناعة الصبايا. في عندنا ملابس. في حلويات. في حلويات. في يعني هو بمناسبة شفت عيد الأضحى وهيك، فأكيد حيكون في إقبال على هي الشغلات، شوكولا صنع أكيد نساء سوريات، يعني انه من الريف طبعا،
من عندنا من النبك، في مشاركين من دير عطيه، من يبرود، من آرا، اكيد حتى تحيه لاهالي النبك الشام في كل طبعاً المناطق مشاركين معنا كلها. اكيد كلها مشاركه معنا. اكيد بدنا نشكرك بالختام نرمين البرادعي على وجودك معنا. حضرتك منسقه بازار لمسات مبدعه وعضو بملتقى سوريان، اكيد تحيه لكل النساء السوريات ولكل النساء بالارياف اللي بنعرف قديش فعليا عم تتحدى الظروف لتختار اليوم مشروعها وتقدر تبلش فيه من الصفر ويكون فعليا في استثمار اقتصادي مادي بيرجع الى لعائلتها. شكرا كثير لك. اكيد بدنا نشكرك كثير وبدنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا كثير لكم على الاستضافه الحلوه. شكرا لك.